داكشي كان ساهل داكشي اللي قرنا حطوه علينا اللي خدم راه يجيب ان شاء الله الله يستر الجميع وتجي ما تقول السلام عليكم خويا لاباس كان امتحانات صعاب الصراحه خصوصا واحد الماط وحطوا لنا بابجي وداكشي صعيب بالرجوله حطوا لنا بابجي في الفيزيك داكشي داكشي صعيب حطوا لنا واحد خونا نازل من الشينوا ولا ما عاد كاع منين جاي انا دوزت صراحه عادي كانوا الاجواء مزيانين الاساتذه ظريفين كلشي مزيان ما كاينش مقيل ما كاين والو تقول لي شنو الاستاذ المهم الصراحه الفيزيك عاجي الفيزيك عاجي الصراحه الماط شويه طويل صحيب شويه وهاد السيونس هذا حاط لينا دوك الدجاج وداك الشيء ما فهمنا في هذاك الشيء والو ما بغيناش نجحوا عاد ما حط لينا قال لك جوج كرواسمون جوج دجاج واش حنا دابا حنا تنخاو باش الدجاج حشومه شويه ولكن القلاع ما كاين لا سهل داك سهل صراحه غير هو داك الشيء مشكل في المتناول شنو كاين هو في المتناول ما ساهلش اخويا هادشي اللي بان لي انا كي ساك الفيزيك الامتحان كان في المتناول غير اللي ما بغاش يسقط تلميذ عبد الرحمن تيوبي 18 سنة وديما كوكب أول حاجة هي ديما كوكب أخا ثلاث أيام بدينا النهار الأول دوزنا الفيزيك أخا حطوا لنا داك الشيء فهمتي لا إله إلا الله واحد الميكانيك بقيتي تنشوف فيه أنا فهمتي عبد الباراشوت ومع دبي فهمتي داك الشيء ما تبقى فهمتي داز الحمد لله مزيان لونجلي العشيه فهمتي لونجلي حنا عندنا معلم فهمتي حتى نسبيكو لونجلي الله الا دوزنا فيك جاب واخا الماط كاع داكشي فهمتي كاع داكشي اللي ضحكنا النهار الاول جرنا في الماط اخا حطنا واحد كومبلكس ما فهمنا فيه حتى لعبه فهمتي خليتهم الله يكرم ما كانش بريباريسيون ولا لا شكون اخا شويه راه فهمتي بريبارينا طاش الاخر حتى دخل رمضان فهمتي حتى دخلنا الصيد طلب تم بريباري تم راه صاحبي يعني ولدي اخر زعما كنت كتحسب اجواء تاع زعما لا كاع ما كاين لا ما كاين لك ما مات لا والو تدخل فهمتي تما خا تدخل فهمتي تدوز عادي انا كاع ما كان بعدا الصراحه طلع كاع ما كان داك ستريس تاع الامتحان تدخل كومي كتلقى مع الشغل انايا من الخدمه اللي كاين وهي تما بلا ما لا هو تيغش لا صاحبي صاحبي انت وصلتنا للحبسه صاحبي انت قال لي واش ما شفتش واحد لا ما كاينش حالات الغش كاع كاين شي اساتذه تيطمغوا فهمتي النقاله فهمتي هما اللعيبات سميتو كاين داك الشيء فهمتي ايه هو فهمتي ما اش نقول لك وجي ما كوكاب لا بلاتي هذيك خلات حتى الاخر باقي سير شي سؤال اخر وداك الشيء دابا اللي جاوبت عليه كاع ما جاوبت عليه في الباك انا والله ما جاوبت عليه في الباك ياسر جيبها معايا خا سمايك الله يسكع احنا اليوم دوزنا ليزفيتي نهار الثالث اليوم لونجلي كانت مزيان فيزيك طويله ولكن مزيانه وداك الماط خا شحروا معانا الحمد لله ان شاء الله تكون داك الشيء مزيان ما الماط راه شحروا معانا ولكن دايزه عواش الحمد لله والاساتذه الله يخليهم لنا الله يحفظهم لينا لا استقبلونا المدرسه مزيان الحمد لله نقله شويه ماشي بزاف الله يحفظك اخويا الله شوف الله يخلينا الاساتذه الله يحفظهم لنا الله يحفظنا امصازي لا عندك ما يحفظكم خويا دوزنا داك الشيء مزيان رغم كان الفيزيك شويه صعيب الماط شويه صعيب ولكن هاني داك الشيء ملعوبه الماط حطوا لنا واحد الفنوم كومبليكس الاخر صعيب داك الشيء ما قريناش ولكن داك الشيء ولكن على العموم كل الاجواء مزيانه وداك الشيء هو هذاك صلى البكالوريا واحد الاني بلونش بعدا ضروري نقول نريحوا ولا ان شاء الله والميديسين مورا ويلي شو خاصك شي حاجه مرحبا ضروري شي حاجه تحيه للاساتذه وتحيه للناس العمرانيه الناس مزيانين الناس المانا تحيه لدويده ضروري داك الشيء اليوم الحمد لله دوزنا مزيان المهم بجينا امتحان داز الفيزيك الفيزيك مراد الفيزيك مراد لونجلي يلاه عوضنا فيها طلعنا فيها شويه الماط حتى هو لا هو الامتحان كان في المتناول ولكن ما كانش مسجل هاك اخويا اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة